باسم الاب والابن والروح القدس الى واحد امين. الاول بنشكر ربنا ونشكر القديس الانبا توماس وكل القديسين. نشكر ابينا المحبوب صاحب الغلطة والقداسة البابا تودروس الثاني لموافقته لهذا العمل، كما ايضا نشكر ابينا صاحب النيافة الانبا ارمية الأسقف العام والمشرف على المركز الثقافي ورئيس قناة مرمرقس. نشكر قناة مرمرقس وكل هيئتها من أجل تعبهم لأقامة هذا العمل الجميل اللي سوف يعجب الكل، بخصوص فيلم موثق لأبونا المحبوب القمص أبرقام الأنبا توماس عن حياته وخدمته وعمل ربنا في حياته. ولد فخري فهمي جيد مرجان يوم الأحد الموافق 16 من يوليو عام 1944 بقرية الكتكاتة مركز ساقلتة محافظة سوهاج من أبوين تقيين. تولد من عيلة مباركة معاه ثلاثة إخوات، هو كان أصغر واحد فيهم. والده كان راجل بسيط جدا، وكان يحكي لنا عنه والده كان بركة كبيرة، كان دايما يكلمنا، لأن احنا ما عصرناش والده أو ما شفناهوش، لكن كان يكلمنا أنه راجل أو والده كان راجل يحب المضياف، كان راجل له علاقة بالقديسين. أبونا أبرقام أهله بيقولوا له أنه هو تعمد في دير أنبا توماس، يعني هو طفل تعمد في دير أنبا توماس. احنا نيجي الدير هنا عشان كنا احنا بنوفي ندور للدير هنا. العائلة عائلة الجرايسة كان ابن يجي بكر، ابن بكر يجي يقدم ذبيحة هنا للدير، ونفتح الكنيسة نجيب أب كاهن اسمه أبونا يوسف من الصوامعة كان يفتح لنا الدير هنا، نقدم الندور وكنا نبيت ليلة العيد. دخل المدرسة الكاثوليكية للتعليم من سنة أولى لغاية سنة ستة، ووقف تعليمه من لغاية سنة ستة. كانت ظروف الحياة صعبة، كانت ظروف الحياة في الصغر كانت صعبة مع أخواته برضو النشأة، يعني كانت حرف أبوه حرفي نجار ومعاه أربع أخوات. فالمدرسة دي كانت بسيطة، يعني مدرسة إيه تكاليف جنبنا، خد ست سنين وطلع منها. فلما طلع قاعد يشتغل مع أخواته، قاعد يشتغل مع نقاط نجار، فما عجبهاش الشغل كده. هو كان القرش اللي يجي يشحت لأخوة الرب، يوديه لأخوة الرب يشحت ليه. كان مداوم دايما على الصلاة، كان بيروح الكنيسة عندنا في الكتكاتة، كان يوقف ياخدنا بعيد ورا نخلة كده ويروح واقف يقول يلا بينا هنصلوا صلاة باكر، صلاة الساعة التاسعة، صلاة الساعة الثالثة وراء نخلة. وكان لما أمه توفت زي ما تقول كانوا عاملين معه شوية، شدين أخواته معه شوية. هو لما يكون كده صارح مع أخواته ما يرضوش الدكتور، يقول لي الأمر كذا كذا، نقول له زي بعض باختيار أخواتك وما تزعلش منهم. يقول لي بس أنا برضه أنا عاوز ندي الناس الغلابة، ندي كذا، نقول له زي اللي عطيت الغلابة مدمت نفسك بكده زي بعض. نبه الرب قلبه منذ صغره إلى فضيلة العطاء، فكان يوزع ما يصل إلى يده من نقود على إخوة الرب من المحتاجين غير مدخر لنفسه شيئا. ما كانش يرتاح إلا لإخوة الرب، القرش اللي يجي دي إخوة الرب. كان هو يشتغل مع والده، فكان أي أجر ياخده ما يصرفوش ويديله الفقراء في الشوارع. رب الرحمن كان معانا وكان شغال، وكان يريد به ربنا يوزع الغلابة. قبل الرهبنة هو كان بسيط، وكان اللي في جيبه مش ليه. أحب حياة الرهبنة من خلال المتنيح أبينا مرقس الصموئيلي، إذ كان يتردد على قريته بالعوامية، ما جعل فكر الرهبنة ينمو شيئا فشيئا داخله إلى أن صار طريقا يتمناه. أبونا أبرقام لما فكر في الرهبنة، كان أحد رهبان دير أنبا صموئيل جه صلى في قريته، مش قرية اسمها العوامية جنب الكتكاتة، فحضر القداس يعني شعر بالروحانية بتاعت الرهبان،
يعني شاف ابونا اللي صلى القداس ده، فبعد القداس قعد معاه وقال له ان انا عايز اترهبن والوضع ايه، فشرح له قال له ممكن تشوف اهلك. فما كانش في صعوبه بالنسبه لابونا ابرام مع اهله، لانه اهله كانوا عايشين حياه كويسه مع ربنا وعارفين ان الراهب ده هيروح احسن ما يكون في العالم. كان وقتها الانبا بطرس هو اسقف اخليموس اولته، وقال له انا عايز اترهبن، فقعد يقول له ايه المصاعب بتاعت الرهبنه وان انت هتقدر عليها، يعني هو قال لك يكون جاي الرهبنه هروب من حاجه لكن هو رايح باشتياقه. فقعد مع الانبا بطرس شويه في المطرانيه، كان بيتعلم منه ازاي التواضع والطاعه. بتزكيه من يافطه الانبا بطرس اسقف خميم وسوهاج ذهب الى دير انبا صموئيل ايام رئاسة أبونا مينا الصمائيلي كرئيس الدير. ولم تمضي أيام كثيرة إلا وكان فخري فهمي منطلقا إلى دير أنبا صموئيل المعترف في القلمون ترافقه العناية الإلهية ليبدأ حياة الملائكة على الأرض. وكان ذلك في أوائل عام 1968. هو أبونا أبرام جه الدير واترسم في سنة 68. أما اترسم أبونا أبرام كان فيه معاه اثنين من الأباء، أبونا مكسيموس وأبونا ديماديوس. وكان يوم الرسامة كان أبونا مينا داعي ناس من مغاغة وداعي ناس من الفيوم. أبونا مينا كان ليه ناس حبايب كتير قوي في الفيوم، هم حبايب الأنبا صموئيل. فقالوا له أبونا أنت بتحب أنبا أبرام وإحنا بنحب أنبا صموئيل، فعايزين واحد من الأبهات دول لازم بيبقى باسم أبونا أبرام عشان تبع أنبا أبرام بتاعنا. فقال لهم خلاص في اثنين أبهات دول تبع بعض من بلادهم جنب بعض، فهنخلي واحد مكسيموس وواحد ديماديوس، وفي أبونا التاني ده لهو جدا من الصعيد لوحده، فهنخليه باسم أنبا أبس على اسم أنبا برقام وسموه أبونا برقام. فاتسمى أبونا برقام بهذا الاسم تيمنا بأنبا برقام القديس. وتتلمز على أبونا اندراوز وابونا ابراهيم وابونا صليب. ابونا اندراوس هو اللي علمه الالحان وعلمه القداس سلمهون. ابونا اندراوس كان بمثابه المعلم بتاع الدير. رسم كاهن على يد المتنيح البابا شنودة الثالث في 18-12 سنة 1971، ودي كانت أول زيارة رعوية يقوم بها قداسة البابا المتنيح الأنبا شنودة الثالث بعد رسامته بطريرك مباشرة. هو طبعا أبونا برام كان مواظب على القداسات ومواظب على التسبحة مواظب على الصلوات. نبتدي عشية وبعدين نتعشوا، وبعدها بساعتين او حاجه زي كده مش فاكر بالحرف او اكتر نضرب الجرس نص الليل، نبتدي صلاه نص الليل كله ونصلي على مهلنا التسبحه كلنا، وبعد ما نخلص القداس كلنا وبعدين نفطر كلنا مع بعض. كان بيشترك في الاباء في المائده وفي الصلاه. قليته قال لك الجلوس في القلاية يرد الرهب لطقسه، هو كان بينفذ ويوقع كتير في القلاية الحقيقة. شخص بسيط جدا لكن بيحب ربنا، ناس كتير بسطة زي ما بيقولوا القديسين بينسلوا للسماء ببساطتهم، فهو كان إنسان بسيط بيحب الكل، عايش في اتضاع وإنكار للذات، إنسان محب وتواضع وعنده يعني احتمال. ربنا يرتب مثلا تجينا جلاليب ويتوزع الرهبان كل واحد قماشه يفصلها جلابيه، كان ممكن هو لو لقي حد غلبان يدهاله. امتاز أبونا أبرام منذ أيام رهبنته الأولى بالنشاط والحيوية، وكان سباقا إلى خدمة الآباء الشيوخ في الدير. أبونا أبرام أنا بالضبط كده اتعرفت عليه سنة
72 1972 كنت ما زال طالب في الكلية الإكريركية، وكنا رحنا خلوة مع أبونا أنستاسي الصموئيلي، كان هو مشرف على الطلبة في الإكريركية، وخدنا ورحنا كنا 4-5 أخوة ورحنا الدير. المشوار الحقيقة كان مرهق جدا، كان بالجمل من الزورة للدير أخذ يمكن 10 ساعات. أول مرة كنت أركب الجمل، وجمل يعني بيهز الإنسان، فأنا رحت الدير شبه ميت، وأول ما رحت الدير اترميت. الرهبان قدموا لنا حاجات، بس أكتر واحد لقيته أنه مهتم قوي أبونا أبراهام. يعني أول يومين دول أنا ما كنتش قادر أقوم، لدرجة أنه رفضت الأكل، كنتش قادر أكل. هو اللي كان يجيب الأكل ويجيب أي حاجة عنده، خد اشرب كوباية النعناع، اشرب كوباية الشاي. يعني حسيت ان هو كأنه اعرفه من سنوات. ابونا ابراهام كان مدة اقامته هنا في الدير كلها محبة، كلها بذل، كلها عمل، كلها اتضاع. ابونا ابراهام كان كله ايمان جامد جدا ان ربنا بيعمل وبيشتغل. في روح ربنا وروح العطاء والمحبة. أنا حبيته لأنه ما فيش سابق معرفة، وشفت صورة المسيح فيه. أصعب حاجة هناك المية، المية كانت ملحة لدرجة أنه يعني شعرنا لزق في بعض من الملح، فكان الشرب فكان متعب. الشرب أول يومين ما كناش قادرين نشرب، نشرب نرجع المية. كنا بنحاول نزرع جزورينا كسول للدير، عشان ما كنش ممكن الدير زمان ما كانش ممكن يتبنى سول له، فكان بيتزرع جزورينا، وكانت السقة وكانت شغلة شقة جدا. أبونا إبراهام مثلا كان ممكن يشيل عصاية على كتفه فيها من هنا صفيحة ومن هنا صفيحة، ويملى يسقي كل شجرة بشجرة بدون ملل، بدون ضجر، بدون أي حاجة، وعشمان ومتأكد إن الشجر ده هيطلع وهيبقى سور حلو وهينمو والدير هيكبر وهيبقى كويس جدا. يمكن من بداية الثمانينات ابتدى يظهر إنه عنده ضعف في عضلة القلب، وكل ما يبدأ يتعالج يعني. أحيانا أعدي على مقر دير الأنبا صموئيل وأنا مسافر من خميم للقاهرة، فعرفت إن أبونا إبراهام عيان وموجود عند الدكتور هنري في مغاغة، فرحت زرته. في الوقت ده سلمت عليه، وبعدين قال لي ما تاخدني معاك، كنت انا راجع من القاهرة، ما تاخدني معاك البروشية يعني ازور. قلت له ناخد بركة يا ابونا بس نسأل الدكتور. فطلبت الدكتور في التليفون وانا قاعد عنده، فقال لي لو خدته هيبقى على مسؤوليتك، لانه هو مريض كان بقاله حوالي سنة نايم عنده في البيت وبيعالجه وبيهتم بيه لأنه كان عنده القلب. والدكاترة قالوا أني عنده ربع قلب ميت، وقالوا أني مش هيعيش، وقالوا له ما يتحركش من سنة 83. عمل النعمة في حياة الإنسان، مهما كان إنسان بسيط في تعليمه وبسيط في صحته ضعيفة، لكن ربنا بيعمل فيه وبيعمل فيه عمل قوي جدا وعجيب، لأن قوة ربنا القادر على كل شيء. هو نزل خدمة في مقر الدير في الزورة، وكان بيخدم هناك في الزورة. الزورة هنا هي مقر الدير، وكان أي حد يحب يروح الدير كان الدليل بتاع الدير المقر هنا، فعن طريق كنا نروح هناك الدير، لأن كانش فيه مواصلات وكانت حاجات صعبة، يعني كان أغلبية
العربية اللي احنا كنا نركبها اللي هي الكبيرة زي بتاعة الجيش دي. هو أبونا مينا كان هو رئيس الدير، إنما في غياب أبونا مينا أو حتى في وجود أبونا مينا يعتبر أبونا إبراهام كان يعتبر وكيل أبونا مينا هنا، هو يعتبر هو زي ربيطة المكان، هو المسؤول عن المكان، هو وكيل أبونا مينا في المقر هنا في الزورة. ويعني كان راجل بسيطة، وكان ما حد يجي كان يفرح قوي ويستقبله يعني استقبال كبير قوي، ويطلع أي حاجة عنده، أغلى حاجة عنده يطلعها، يبقى عايز يديهم كل حاجة من عنده. يعني الفترة اللي عادة بصراحة احنا استفدنا منه فضائل كثيرة قوي، ان كان راجل معطاء وراجل فضيل وراجل كلامه بسيط قوي رقيق جدا، وكان دايما يعني اي حد يسأله سؤال كان يجاوبه ببساطة، وفعلا كان بيحس ببركته، كان راجل بسيط يعني، ولما حد يسأله يرد على قد سؤال، يعني كانش يزود كثير في الكلام، يعني يدوب على قد الكلام، بس كان أي كلمة يقولها تحس إن هي فعلاً ليها بركة وليها قوة، وكانت فعالة، كانت تعمل في الإنسان. كان يقعد معايا يصلي، يصلي المزامير مثلاً، ويقعد لما خلص القربان، وبعد كده ده أجيب له الحمل وأدخله له جوه الكنيسة. كنا نطلع أنا وهو نلم العوايد من بره، كنا ونروح البلاد اللي بجوار اللي جنبنا هنا، وكنا نلم العوايد أنا وهو، قاعد يمكن حوالي 3-4 سنين بلف أنا وهو. ونلم العوايد بتاع الدير ونجيبها هنا، وبعد كده نطلعها الدير. هنا في مدرسة أحد زمان كان بتيجي هنا من مدرسة أحد، وكان يحب الأطفال كتير يعني، كان بياكل معانا. كان في طبلية هنا كنا بنحطها، وكنا نيجي هنا قدام باب الكنيسة هنا ونقعد نحط الطبلية ونقعد كلنا ناكل مع بعضينا. كان كريم فعلا، وكان أي حد بيخش علينا كان يقعد معانا ياكل يعني، وكان بسيط جدا يعني. اترسم أمص في 18/12/1983. في يوم من الأيام هو بدأ يطلع من الدير عشان يشتغل في الخدمة ويخدم كنيسة الله، فاتصل بي بعد ما نزل من الدير على مغاغة، المقر بتاعهم في مغاغة، اتصل بي وأنا في دير الملك مخيل، وقال لي أنا جاي لك. فرحبت بيه جدا لأنه حيجي ولي اشتياق أن يشتغل معايا في عمار دير الملك مخيل بإخميم. فوصل وقعد معايا أيام قليلة جدا، وبعدين زرنا نيافة الأنبا بسادة أسقف أخميم وسؤلته وتوابعها، جي عندنا. وكان تدبير من الله أن في ذلك الوقت اللي وصل أبونا إبراهام عندي، كان الأنبا بسادة بيدور على راهب علشان عرب بني واصل فيها دير الأنبا توماس، والشعب بيطالب أن يفتوا على أن يجيب له راهب عشان يخدم في دير الأنبا توماس. وبعد كده سنة 1985 دعي لخدمة دير الأنبا توماس في بلدية أخميم، وتحت رعاية الأنبا بسادة أسقف أخميم وسهولتا. ما ينفعش أنه يبقى دير أبدا. هو الرجل ده كانت في حتة بس يعني غريبة شوية، لا تعرفي ضابط ولا تعرفي عمدة ولا تعرفي مهندس ولا تعرفي بنا، بس المجهود اللي جنبي يعادل سنين كتيرة. من محبتي لأبونا إبراهام يعني كده كانت رغبة عندي إن ريت يقول لي أنا. يا فرحته لما جه الأنبا إبراهام وبقي يرسم رهبان، مش زعلان لما ما خدش الجواب في نفس اليوم، وقال أنا عارف إن أنبا توماس هيخلص الجواب ده. وفعلا تاني يوم يمكن نيافة الأنبا إرميا والأنبا يونس يعرفوا الموضوع ده، تاني يوم الصبح قدس البابا أول حاجة يسأل عليه عشان يخلصها ويمضيها كان الجواب بتاع أبونا إبراهام الصموئيل.